مساء الخير عليكم في يوم جديد وحلقة جديدة من الطبق طبقنا. إن شاء الله هنكون معاكم من الساعة 12 للساعة 1. طبعا مستنين تليفوناتكم على أرقام التليفون اللي ظاهرة قدامكم على الشاشة. كلمونا طول الحلقة واسألوني على أي حاجة حابين أنا جاوب عليها. وما تنسوش دايما بقول لكم أي وصفة حابين ترجعوا لها طبعا تقدروا ترجعوا لها على قناة ETC على اليوتيوب. بيبقى كل الحلقات وكل الوصفات من أول ما بدأنا لحد دلوقتي بتقدروا. بيبقى في حاجات محتاجين ان انتوا تشوفوا التكنيك بتاعها او الخطوات بتاعتها اكتر ما تشوفوا مقادير، فتقدروا ترجعوا لها على قناة ETC على اليوتيوب. هتلاقوا كل الوصفات اللي احنا عملناها وكل الحلقات بكل تفاصيلها. النهاردة هنعمل منيو حلو جدا، البشاميل والمكرونة البشاميل بتسأل عليها يعني اكتر حاجة في الدنيا، مفيش حلقة ما بتسألونيش عليها. فدايما اول ما بيجي فرصة ان احنا نعمل حاجة فيها بشاميل على طول بنقوم يعني عاملينه معاكم، يعني مش بعمله جاهز، مش بتلاقوني مجهزة البشاميل من قبل كده، لا بجهزه معاكم بعمله معاكم عشان يبقى قدامكم للمرة طبعا المليون، عشان الناس اللي بيبقى عندها مشاكل في البشاميل. وسهل وبسيط وبنعمله بطريقة بسيطة. طب النهاردة هنعمل مكرونة بشاميل بس هنعملها مختلفة، هنعملها بحشوة سجق وهنعمل المكرونة نفسها، هشتغل بمكرونة مرمرية، يعني هعمل فيها اختلاف كده شوية، هتبقى طعمها مختلف وطعمها حلو جدا، وهنبقى يعني هتحسوا باختلاف كبير لما تعملوها. هنعمل زي ما اتفقنا البشاميل مع بعض، هنعمل حشوة مختلفة، حتى المكرونة هنستخدم بدل المكرونة الإقلام هنستخدم مرمرية. طبعا نوع المكرونة برضو زي ما انتوا عارفين اي نوع تقدروا تستعمله مفيش مشكلة خالص، حابين حتى سباجيتي ينفع، إقلام تنفع، مرمرية تنفع، قواقع تنفع، اي حاجة انتوا حابينها مفيش مشكلة خالص. يعني احنا مش متقيدين ولا في نوع المكرونة ولا اي حاجة. هشتغل بسجق، السجق اللي انا هشتغل بيه مش يعني هشتغل بيه وهفضيه من يعني هيبقى كده بالشكل اللي انتوا شايفينه، هطلع بس من الهنك بتاعه السجق، هيبقى زي اللحمة المفرومة كده بالشكل اللي انتوا شايفينه، ده هو ده اللي انا هعمله. حابين ما تعملوش الخطوة دي ما تعملوهاش، بس انا عايزة اعمل الحشو كأنها عصاج بس بالسجق. فانا فضيته من الهنك بتاعه اهو، بصوا خليته كده ايه كله زي كانه لحمه مفرومه خلاص، وهشتغل بيه. ولما اقلبه هيبقى برده مفرفر كده من بعض وحلو جدا ومفلفل، وبرده هضيف بقى عليه شويه فلفل الوان مع شويه بصل. وبرده موضوع الفلفل الالوان والكلام ده كله لما بنضيفه زي ما بقول لكم برده مش ضروري ابدا تبقوا متأيدين بفلفل لازم يبقى عندي فلفل الوان، لا ممكن اشيل الفلفل الوان احط فلفلايه خضراء احط قرن فلفل حامي، يعني كل الكلام ده انتوا تقدروا تتحكموا فيه زي ما انتوا حابين. احنا المكرونه البشاميل قبل ما هبدا بقدرها وابدا قبل ما هنبدا نشتغل فيها هنقسم دايما الحاجه، انا بحب اقسمها معاكم عشان ما تلخبطوش. بيبقى عندي المكرونه، المكرونة أول حاجة هنسلقها ونحطها على جنب، عندي البشاميل، عندي الحشو، عندي كمان الحاجة اللي أنا هحمر بيها الوش بتاع البشاميل بتاعي. يبقى أنا كده هشتغل في الحشو وهشتغل في البشاميل، والمكرونة عندي مسلوقة وعندي الطبقة اللي من فوق اللي بتحمر لي الوش بتاعة البشاميل. خلاص الطبقة اللي من فوق دي بيبقى عندنا كذا اختيار فيها، عندنا جبنة تمام، جبنة موتزاريلا، جبنة شيدر، أي نوع من أنواع الجبن ينفع معاكم مفيش مشكلة. طيب ولو عايزة أغير الجبنة ممكن أحط شوية بقسماط كده مطحون كده فوق الوش برضو بيحمر لي، ممكن قشطة، ممكن أكسر بيضتين كده ربهم بشوية ملح وفلفل، تمام جدا. تعالوا بقى نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نقول المقادير ونشتغل مع بعض، استنونا. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، تعالوا دلوقتي نقول المقادير ونشتغل في الوصفة على طول. عندي مكرونة مسلوقة، أنا هشتغل زي ما قلت لكم بمكرونة مرمرية، وعندي نص كيلو من السجق برضو مفضياه، وعندي سمرتين بصل شرايح هقطع كله جوليان كده، وطبعا براحتكم تقدروا تقطعوا مكعبات جوليان براحتكم، 2 سمرة فلفل ألوان، وعندي ملح وفلفل وصوص البشاميل محتاجة له 4 معالق كبار من الدقيق، 4 معالق كبار من الزبدة، وعندي لتر لبن ومكعب مرق واتنين معلقة كبيرة جبنة كريمي. أنا يعني هشتغل فيه شوية كده هغير فيه شوية عن كل مرة، وعندي زبدة وزيت وجبنة موتزاريلا وشيدر. تمام هقول تاني المقادير.
وطبعا قلنا لو مفيش جبنه موتزاريلا او شيدر تقدروا تشيلوها وتعملوا الحاجات اللي انا قلت لكم عليها، شويه بقسماط مطحون هيحمر الوش، لو عندكم شويه قشطه هتحمر الوش، لو عندكم برضو بيضتين كده او بيضه هتربوها بشويه ملح وفلفل وتحطوها توزعوها على الوش برضو هيتحمر. في كذا اختيار، عندي مكرونه مسلوقه ونص كيلو من السجق وسمرتين بصل شرايح وسمرتين فلفل الوان شرايح وملح وفلفل وصوص البشاميل 4 معالق كبار من الدقيق، 4 معالق كبار من الزبده، ولتر من اللبن ومكعب مرق، ومعلقتين كبار كده من الجبنه الكريمي وزبده وزيت وجبنه موتزاريلا وشيدر. تمام؟ طيب تعالوا بقى، ايه اول حاجه هنعمل البشاميل، وقلنا البشاميل ده هنعمله يعني هنضيف له شويه اضافات كده عن اللي احنا متعودين عليها. هحط الزبده اهو، وهحط معاها شويه زيت اهو، بس ايه الزبده عندي ما تاخدش لون، وهنزل على طول بالدقيق اهو. بس طبعا اللي مش هيبقى فيه اختلاف ان الزبده نفس او الزبده او السمنه او الزيت نفس مقدار الدقيق، يعني 4 معالق 4 معالق نفس النسب اللي انتوا بتحطوها في البشاميل مع بعض، 5 معالق يبقى 5 معالق على حسب طبعا الكميه بتاعت البشاميل اللي انتوا عايزينها. وهقلب كده الدقيق في البشاميل في الزبده او السمنه او الزيت، الماده الدهنيه اللي انا هحطها هقلبه كده تقليبه كده بسيطه كده حوالي 30 ثانيه عشان اتاكد ان الدقيق استوى شويه ما يبقاش مديني طعم الدقيق الني اهو. تمام بالشكل ده، وابدا بقى احط اللبن. اللبن اللي انا هحطه هحطه بالتدريج، يعني مش هدلق كل اللبن عندي، لا هحطه بالتدريج كده وبعدين اقلب عشان اتاكد ان مفيش اي كلاكيع موجوده في البشاميل. هحط شويه كده وهقلب، هدوب كل الدقيق في البشاميل كويس قبل ما احط الباقي كده اهو. بصوا هقلب ده كويس جدا وبعدين هحط الباقي اهو. هبدا بقى ايه تاني اهو، واقلب بالتدريج، ايدي ما بتتشالش من البشاميل، دي نقطه مهمه جدا يا جماعه، ما تشيلوش ايديكم من تقليب البشاميل، هو ده اللي بيخلي البشاميل يكلكع. ام هاني صباح الفل، ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ انت عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. والله انت ازيك؟ اخبارك الحمد لله، كله زي الفل، كله جميل، الله يخليك. ما بين ايديك يا رب. تسلمي حبيبتي، تسلمي. بقول لحضرتك يا شيف، اتفضلي، هو ممكن حضرتك تعمل لنا مره الباتون سالي؟ حاضر، عينينا. والمقرمشات دي لان غليت جدا جدا. حاضر. جدا. حاضر، هنعمل يوم مقرمشات كده بحاجات حوادق. عينيا. تسلم عينيك يا حبيبتي، ربنا. هنعملها كمان بطريقه بسيطه واقتصاديه جدا ان شاء الله. ان شاء الله حبيبتي. صباحك جميل، صباحك زي الفل حبيبتي، الصباح الجميل. هنعمل حاجات الافران ونعمل الباتون ساليه والحاجات المقرمشات دي الحلوه دي اللي احنا بنسهر بيها على التلفزيون دي، والولاد كمان بياكلوها في النص كده، هنعمل حاجات حلوه جدا. حاضر عينيا. بصوا بفضل اقلب تقليب مستمر، ما بشيلش ايدي من البشاميل. تمام، دي التركايه اللي بتخلي البشاميل عندكم ناعم، ان انتوا تفضلوا تقلبوا تقليب مستمر. وانا بقلب تقليب مستمر هحط مكعب المرق. تمام، انا قلت لكم هضيف شويه حاجات كده على البشاميل بتاع الوصفه دي، وهحط معلقتين جبنه كريمي او جبنه بيضه اللي متوفر عندي. تمام تمام كده، وهحط فلفل اسود مش كتير عشان ما غمقش البشاميل، وهحط معلقه ملح واحده عشان حاطه مكعب من المرق، وهقلب بقى كل الكلام ده كده مع بعض مع الجبنه مع المكعب اهو كده. بس لمعت لي شويه لبن بس كده جنبي اهو. هقلب كده تقليب مستمر لحد ما احس ان كل المكونات ناعمه مع بعض زي ما انتم شايفين كده، عشان لما تتقل تتقل برضو وهي ناعمه، مش تتقل وهي مكلكعه. تمام. شروق صباح الفل. أهلا. ازيك يا شروق؟ عامله ايه؟ حلوه الحمد لله. دايما يا حبيبتي يا رب. صباح الورد. صباح الجمال يا حبيبتي، صباح الجميل. الحمد لله تمام. جهزتوا الغدا بتاع النهارده ولا لسه؟
هيا شروق، جهزتوا الغدا النهارده ولا لسه مش عارفين هتعملوا اكل ايه؟ لسه ما اعرفش هعمل ايه. طيب ماشي، كلمينا بكره قولي لنا اتغديتوا ايه بقى النهارده. ماشي، وانا هجرب الوصفه اللي انت بتعمليها. ماشي يا حبيبتي، ماشي يا حبيبتي، الف هنا مقدمه. شكرا يا شروق، شكرا. بصوا تقليب مستمر، بصوا شايفين البشاميل ناعم، مفيش اي حاجه عندي مكلكعه، هو ده اللي انا عايزاه لحد ما يوصل للقوام اللي انا عايزاه. انا عايزه بشاميل ولا ميه ولا تقيل، يعني يبقى زي المهلبيه كده، انا عايزاه قوامه ناعم وكريمي وحلو جدا. حنان صباح الفل. ايوه يا سيدي. ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ انت عامله ايه؟ كويسه؟ كله زي الفل، كله جميل. الله يخليك يا سيدي. الله يخليك يا حبيبتي، اتفضلي. انا كنت عايزه اسال عن طريقه البيتزا. حاضر، عينيا هقول لك طريقه البيتزا، وكنا عاملين كذا حلقه بكذا شكل طبعا للبيتزات، كنا عاملين منها اشكال كتير جدا، حابه برضو ترجعي لها كده على قناه اي تي سي على اليوتيوب، وانا هقول لك المقادير. حاضر حاضر يا سيدي. ماشي حبيبتي، صباحك جميل، شكرا يا حبيبتي. بصوا خلاص ابتدى، بصوا البشاميل يتقل بالشكل ده اهو، انا مش عايزه اضيف اي لبن غير لما احس ان انا محتاجه. بصوا اهو، طبعا البشاميل بتسأل عليه كل يوم فوق الخمس ست مرات في نفس الحلقه، فهو كل مره بنعمله مع بعض اهو. خلاص شايفين النعوميه ناعم جدا وبسيط وسهل، برده مش هسيبه، هفضل اقلب فيه. بس تعالوا نحط الحشوه على النار، هحط عندي شويه زيت وهبدا انزل بالسجق اللي انا مفضياه اهو. بصوا الطاسه طبعا تبقى سخنه زي ما اتفقنا، لما بننزل بفراخ او لحمه او الكلام ده كله ببقى محتاجه الطاسه تبقى سخنه. شايفينه انا مفضياه، ابقى عامل زي اللحمه المفرومه اهو بالشكل ده. الريحه بقى طبعا تحفه. بصوا في الحشو بتاع السجق ده انا مش هبهر كتير، لان السجق اصلا بيبقى طعمه فيه يعني فيه بهارات كده وليه طعمه مميز عن اللحمه، فيعني فانا بالنسبه لي مش هبهر خالص. هقلب البشاميل، بصوا البشاميل بالنسبه لي كده زي الفل، شايفين ناعم جدا كريمي، خلاص القوام ده كده بالنسبه لي حلو قوي. بصوا حاسين القوام اهو ده كده، بصوا كريمي خالص تمام جدا، مش محتاجه اكتر من كده. هرفعه من على النار. صافي صباح الفل. صباح الجمال، ازيك يا سيدي؟ عامله ايه؟ صافي عامله ايه؟ جوعتينا على الصبح حبيبتي. صباح الجميل. اكلك جميل والله، وانت جميله والله، منوره الشاشه. صدق اهو جميل. اقول صدق بقى، الصدق. ايوه ده بقى. انا لما بقول صدق بيقولوا لي يعني ايه؟ اسكندرانيه اهو. ايوه طبعا. على فكره انا بعمله في البيت، بدل ما اشيل الهانك بقى بعمله من غير هانك. ايوه ده احلى سجق والله، يتعمل في البيت فعلا. اه والله ما بياخدش مقادير كتير، هم فصين توم وفلفل احمر وبهارات الصدق اهم حاجه، وبصبعه كده بيمسك والله ما بيفكش على النار خالص، بيبقى طعمه في منتهى الجمال، بدل ما اقعد اجيب هانك واشيله. ده حقيقي، ده حقيقي. تسلم ايديكي وعينيكي، وصفاتك كلها احلى من بعض والله، جوعتينا. الله يخليكي، الريحه بقى عندي تجوع اكتر. لا يا واصله لنا. اهم حاجه ان انت واصله. حبيبتي تسلميني. تسلم ايديكي وتعيشي وتعملي الحلو كله يا رب. الله يخليكي. وشكرا على تعبك، وربنا يحسن ما بين ايديك يا رب. اللهم امين يا رب. منوره الدنيا، ربنا يحفظك ويحميك. جميل يا صوفي، صباحك زي الفل حبيبتي. الدنيا ساقعه في اسكندريه، ايه ثلج. تعالوا بقى ايه، بصوا انا بقلب الحشو بتاع السجق اهو بالشكل ده كده تمام، زي ما اتفقنا مش هحط فيه بهارات كتير، هحط شويه فلفل اسود، هكتر شويه فلفل اسود، انا بحب الفلفل الاسود بصراحه على السجق. هحط ملح وبرده مش هكتر، خلي بالكوا عشان السجق بيبقى غير اللحمه بيبقى مملح شويه تمام. وهبدا بقى ايه، انزل بالبصل اهو، بصل كده الجوليان، وزي ما قلت لكم حابين لو تعملوه مكعبات او تبشروه براحتكم خالص، تضربوه في الكبه البصل زي ما انتم حابين. هدي كده تقليبه مع السجق، انا عايزه البصل والفلفل ما يبقوش دايبين، انا عايزاهم يبقى فيهم القرشه دي اللي هي يعني ايه، يبقى مقرمشين شويه
عايز ايه ياسر؟ طيب طيب معنيش لا. تمام اهو الشكل ده. وبعدين هبدا احط الفلفل الوان، ممكن بقى قرن فلفل برضو حامي لو انتوا حابين براحتكم خالص، لو حابين تخلوها سبايسي ممكن تحطوا شويه شطه، في بهار معين حابين تحطوه برضو ينفع تحطوه. انا زي ما قلت لكم انا هستكفي بطعم السجق، هو لوحده بيبقى طعمه غني كده وحلو جدا، فمش هضيف له بهارات كتير، حطيت بس ملح وفلفل اهو. الريحه بجد مش قادره اوصف لكم عامله ازاي، حلوه جدا. السجق برضو الحشوات عموما بتاعت السجق بتبقى مميزه بصراحه، انا بحس ان هي بتبقى ليها كده طعم مختلف. تمام انا كده الحشوه عندي جاهزه، يعني هخلي بس الفلفل سنه يروح كده مع السجق وخلاص وهرفعه. تمام يبقى انا هعيد تاني، عملت ايه؟ عملنا البشاميل، حطيت في البشاميل 4 معالق من الزبده، ممكن امكسهم ما بين الزبده والزيت او سمنه كلهم او زبده كلهم او زيت كلهم. حطيت معاهم 4 معالق من الدقيق، قلبت شويه بس الدقيق استوى حوالي 30 ثانيه، وبعد كده نزلت عليه بكيلو من اللبن بالتدريج وعشان يبقى ناعم معايا بالشكل اللي انتم شايفينه ده، ناعم معايا وكريمي جدا. دي مشكله ناس كتير جدا بتقولي انا بعمل بشاميل ما بيبقاش كريمي وناعم كده. التقليب المستمر، افضل اقلب 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 ما بوقفش خالص. انتوا لو خدتوا بالكم انا من اول ما بدات حطيته على النار لحد ما شلته وانا ايدي بتقلب فيه. تمام طيب حطيت معاه مكعب مرقه، حطيت معاه شويه ملح، وحطيت معاه شويه فلفل اسود، وضفت له معلقتين كده جبنه بيضه او كريمي، قلنا نغير في طعم الوصفه، مش عايزين نعمل مكرونه بشاميل بالطريقه التقليديه يعني. وعملنا الحشو، العباره عن ايه؟ فضينا السجق وحطينا شويه زيت في الطاسه، وبعد كده قلبنا في السجق، وبعد كده نزلنا بالبصل والفلفل الالوان، وممكن نحط فلفل حار، حطينا ملح وفلفل بس ما حطيناش اي بهارات تانية. تمام تعالوا بقى ايه، خلاص هنرفع الحشو، وعندي البشاميل اهو، وعندي شويه الجبنه اللي هحطهم في الوش، وعندي المكرونه المسلوقه. منى صباح الفل. صباح النور، ازيك حبيبتي عامله ايه اخبارك ايه؟ الحمد لله وانت حضرتك؟ الحمد لله دايما يا رب حبيبتي، رب تكوني منوره كده على طول. الله يخليكي الله يخليكي، منوره بتليفوناتك والله. الله يخليكي حبيبتي، تسلمي والله. بس انا اول مره اطلع على الهوا، بس انا حاجه شدتني ليكي اني اسلم على حضرتك. حبيبتي ده شرف لينا والله، شرف لينا حبيبتي. ربنا يحميكي يا رب ويسعدك. تسلمي والله، شكرا يا حبيبتي، صباحك جميل، وهستناكي كل يوم تكلمينا. حاضر، تبقى اخر مره بقى. انا بتفرج عليكي اهو، ماشي يا حبيبتي، هتابعك كل يوم ان شاء الله. الله يخليك يا حبيبتي، ربنا يسعدك يا رب. صباحك جميل، صباحك زي الفل، شكرا يا حبيبتي. بصوا هناخد بقى شويه من المكرونه اللي احنا سلقينها دي، ماشي اهو، هاخد شويه كده هنا. زي ما قلت لكم استخدموا اي نوع مكرونه انتوا حابينه، انا هشتغل بمكرونه مرمريه، حابين مكرونه اقلام تمام، حابين سباجيتي تمام، اي نوع مكرونه انتوا تحبوه اشتغلوا بيه. انا هاخد جزء من ده عشان دول كتير قوي اهو. تمام دول تمام جدا بالنسبه لي، وهضيف عليهم مغرفة كده من البشاميل. شيل بقى الويس كده خلاص مش عايزاه، هضيف كده عليه مغرفة من البشاميل. بصوا بشاميل كريمي ازاي اهو، كريمي جدا وجميل بجد. هدي تقليبة كده للمكرونة مع شوية البشاميل دول اهو. تمام اقلب كده مكس شويه المكرونه دول مع مغرفه كده او مغرفتين بشاميل على حسب ما انتوا حابين. وهجيب البايركس او الصينيه او الطاجن اللي انا هعمل فيه، هحط كده مغرفه بشاميل برضو من تحت كده. تمام اوزعها كده بالشكل ده. ليلى صباح الفل. صباح الخير، ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ كويس الحمد لله، انت عامله ايه؟ زي الفل والله، كله جميل.
فاضل عشان بحبك قوي، اشوفه اول مره اطلع على الهوا. الله يخليكي، ده شرف لينا والله. الناس اللي اول مره تتكلم دي والله بتبسطنا. انا اول مره في حياتي اطلع على الهوا. ده كل يوم ان شاء الله هتبقي معانا بقى، هستناكي كل يوم. بقول لك بقى انا بعرض على علامه البيتزا. حاضر عينيا. تاني سؤال على البيتزا، حاضر هقوله لك عينيا حبيبتي. صباح الجميل. شكرا. بصوا حطينا طبقه من المكرونه، هحط كده شويه بشاميل كده في النص، وهبدا احط الحشوه بتاعتي اهو. نجيب الحشوه كده اهو، احط بقى الحشوه اللي احنا عملناها بتاعت السجق والفلفل الالوان والبصل اهو بالشكل ده. فضيها كلها كده، سيبش حاجه خالص في الطاسه اهو. تمام كده، هوزع اهو كده. ممكن على فكره تمكسوا الحشو مع المكرونه لو انتوا حابين، وتحطوها كلها وتحطوا البشاميل مره واحده، براحتكم خالص، مش شرط تعملوها طبقات، زي ما انتوا تحبوا تقدروا ان انتوا تعملوا. خلاص انا دي مش عايزاها. ممي صباح الفل، حط بقى الطبقه الثانيه. ممي ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله، ازي حضرتك؟ الحمد لله والله كله زي الفل. الحاجات الجميله دي اللي حضرتك بتعمليها، الله يخليكي الله يخليكي. نفسنا مفتوحه على الاكل اليومين دول. ايه بالهنا والشفا، قادره اقول لك بقى بالهنا والشفا لله. الشتا بيحب الاكل بصراحه. اه والله انا على طول جعانين، مش عارفه ليه. ايوه كده. وانا بعمل لكم المنيو ببقى دايما جعانه، فبحس ان انا يعني انا بس اقول لاولادي هاتولي حاجه مسكره، هاتولي بعمل بقى كده، هاتولي حاجه حادقه تحلي وبعدين تحدقي طول اليوم. احنا على الموال ده. انا والله بعمل الكيكات بتاعت حضرتك كل يوم. حبيبتي الف هنا الف هنا. وشكرا قوي على البسيمه اللي انت حضرتك عملتها امبارح، انا هعملها النهارده. اعمليها سهله جدا وطعمها يجنن، اهم حاجه عشان تدي نتيجه كويسه. زي ما قلت لك يعني سقوا الاثنين وهم سخنين، الشربات يبقى بيغلي والبسيمه طالعه من الفرن. ان شاء الله هعملها بطريقه حضرتك النهارده. ماشي حبيبتي، سهله جدا وبسيطه، اعمليها كده جربيها تعجبك قوي. ماشي. بصي لو سمحتي شوف اسماء، بس ممكن اقول لك حاجه على ابني؟ اتفضلي اتفضلي. انا ابني بس رفيع قوي، وانا عايزه يعني عايزه اعمل له وصفات تتخنه ومشروبات كده تكون حلوه يعني. بصي اعملي بقى المفتقه والمربات والحاجات اللي احنا عملناها دي، يعني كلها كمان طاقه، المفتقه والحاجات دي، عسل اسود وتقيله وكبيس الدمياطي، الوصفات دي حلوه جدا ومسكره، وفي نفس الوقت هتديله طاقه. اعملي الكيكات، انا نفسي يتخن البلح. والله يا شيف اسماء نفسي يتخن شويه. بس برضه وديه لدكتور، ممكن يبقى محتاج فيتامين معين. هو بيديله حقن وفيتامينات وحاجات بياخد يوم واحد وينسى بعد كده، ما بياخدش لا يعني. خلي بالك الفيتامينات برضه احيانا بيبقى نقص الحديد بيعمل فقدان شهيه يعني. ده ساعات كان مديله حقن والله قويه جدا ما كانش برضه ياخدها، لان هو عن تجربه يعني. انا ابني قعد وقت برضه كده مش بياكل كويس، فنقص الحديد بيعمل يعني فقدان في الشهيه، فاستشيري دكتور عشان لو عنده نقص حديد هيبقى محتاج ياخد فيتامين، عشان يعني هيفتح نفسه شويه، لما الحديد يظبط نفسه هتفتح شويه وهيقدر ياكل. فعلا ممكن يقعد طول النهار ما ياكلش حاجه والله. لا يبقى ده خلي بالك محتاج لازم فيتامين حديد او حاجه عشان يظبط معاه، روحي للدكتور وتابعي معاه احسن. الحاجات دي فعلا بتفرق معاهم في الاكل، لما بياخدوها الاكل بتاعهم نوعا ما بيتظبط عن الاول. خلاص ماشي يا ماشي حبيبتي، صباح الجميل. شكرا يا حبيبتي. اهم حاجه بس روحي الدكتور تاكدي ان هو محتاج يعني، ده بلاش ندي فيتامينات من نفسنا كده. تعالوا بقى ايه، انا خلاص حطيت الطبقه بتاعه البشاميل، هحط بقى شويه الجبنه فوق الوش، جبنه موتزاريلا او شيدر او رومي او بقسماط مطحون او مثلا بضايه هربها مع ملح وفلفل، عندكم كذا اختيار يعني. بصوا ما اللي موجود عندكم اعملوه، مش شرط بقى تقعدوا تجيبوا في جبنه، ومش شرط تجيبوا مثلا في حاجه ناقصه. لو ما عنديش فلفل الوان هشتغل بالحاجات الموجوده، ما عنديش فلفل خالص عايزه احط طماطم في الحشو، بصوا براحتكم يعني عيشوا حياتكم. هي مش الموضوع مش يعني مش مقادير منزله يعني، لا عادي بنغير وبنعدل فيها وبنحط الحاجات اللي احنا بنحب طعمها اكتر، مفيش مشكله خالص يعني. دايما احنا زي ما بقول لكم دايما بنبقى متأيدين في وصفات حلويات، في حاجات مقادير بسكوتات الكلام ده كله المعيار بيبقى مظبوط، لكن الحاجات الحادقه عادي بقدر ان انا اتحرك فيها بالطريقه اللي بتعجبني والاكل اللي انا بحبه اكتر والحاجات المتوفره عندي في البيت. طبعا كلكم ما شاء الله عليكم يعني ستات بيوت جمال، ف
فبتعرفوا يعني ايه الست المصريه الجميله بتعرف والله تدبر الدنيا وتوفر في البيت، يعني بيبقى عندكم افكار جميله حقيقه. يعني تعالوا بقى نحط المكرونه في الفرن. انا كل على فكره المكرونه مستوي، يعني انا مجرد بدخل بس البشاميل يدخل كده مع بعض والوش يتحمر وخلاص، بتاخد حوالي تلت ساعه نص ساعه لخمس دقائق مش اكتر من كده على حسب ما الوش عندي يتحمر. بشغل عليها الشوايه من فوق كده شويه وبعدين بقوم قافلاها. يعني مش محتاجه حاجه فيها تكون بتستوي، هي كلها مستويه، مجرد ان هي هتدخل بس مع بعض كده وخلاص. تعالوا بقى ايه هنعمل شوربه حلوه جدا. احنا اتفقنا ان احنا اليومين دول عشان شتاء هنعمل انواع شورب مختلفه، فتعالوا هنعمل شوربه الفريك. الشوربه دي من الحاجات اللي انا بحبها جدا، وهي كمان من الشورب المشبعه، يعني برضو لو تقدر لو في ناس بتحب تشرب شوربه كده على الغداء او هي بتبقى الوجبه بتاعتها الاساسيه، فتقدروا تشربوا الشوربه دي وتستغنوا عن اي حاجه جنبها لو انتوا حابين. الفريك مشبع من الحاجات الحلوه جدا ومفيد وزي الفل. تعالوا نشوف مقاديره ايه ونشتغل على طول فيه مع بعض. محتاجه لشوربه الفريك كوبايه فريك، والفريك طبعا لازم اكون نقعاه لمده ساعه على الاقل وبعدين مصفياه، لو اكتر من ساعه مفيش مشكله يا ريت، كل ما هتنقعوه اكتر كل ما هينجز معاكوا في السوى اكتر. عندي بصلايه مفرومه وجزره مبشوره ومعلقه توم مفروم، وعندي كمان نص كوباية من الكزبرة المفرومة وكوباية طماطم مبشورة ومعلقة صلصة كبيرة، وعندي لتر من المرق وسمنة وورق لورا وبهارات وملح وفلفل. تعالوا هقول تاني المقادير. عندي كوباية من الفريك هكون نقعاها، كل ما هنقع أكتر كل ما هتاخد وقت معايا في السوى أقل، وعندي بصلاية مفرومة وجزراية مبشورة وتوم مفروم ونص كزبره مفرومه وطماطم مبشوره كوبايه، وعندي كمان معلقه كبيره كده من الصلصه، مش هزود قوي الصلصه، معلقه اقصى حاجه، مش عايزاها تبقى كلها صلصه كده، يعني طعم الصلصه بيبقى شويه مش احسن حاجه، الطماطم بيبقى في الشرب والحاجات دي افضل من الصلصه. وعندي كمان لتر من المرق وسمنه ورق لورا وبهارات وملح وفلفل. تمام، تعالوا كده ايه الحل عندي اللي انا هشتغل بيها. افضي بس الحاجات اللي احنا خلاص مش عايزينها ونمسح كده الحاجات اللي واقعه دي ويلا بينا على طول نشتغل. عندي الحله على النار، هبدا كده ايه احط لها شويه زيت بسيط بسيط كده واحط الباقي من السمن. تعالوا هقرب كده المقادير اهو الشكل ده، نقرب كده كل الحاجات عشان نشتغل فيها مع بعض. الفريك من الحاجات اللي يعني ما ينفعش تشتغلوا بيها من غير ما تتنقع، لازم تنقعوه شويه، نقعوه حتى في ميه مغليه، ان انا بسخن الكتل وبعدين بقوم حاطه الميه المغليه فيه فبتسرع شويه، تنقعوه ساعه، نقابليها بيوم ست ساعات مفيش مشكله، بس كل ما هتنقعوها اكتر يعني اقل حاجه هتنقعوه مثلا حوالي ساعه ولا حاجه عشان يعني يتنقع معاكوا ونقدر ان احنا نشتغل بيه على طول. حطيت شويه الزيت وهحط كده معلقه سمنه اهو بس كده مش اكتر من كده، وهبدا احط البصل بالشكل ده كده اهو، اشوح كده البصلايه عايزاها كده تصفر شويه مع التومه، حط معلقه كده. مؤدب صباح الفل، واحط كده مؤدب ورق اللورا كده انكه كده بيه. ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ والله الله يخليك تسلمي يا حبيبتي، ده انا معاكم كل يوم اهو ما بلحقش اوحشكم. لا والله انت على طب بجوائي ولا ينفع ضيف معانا ولا اي حاجه الحمد لله. الله يخليك خلاص كده الله يخليك. ما هو ده الحلو ان انا بجوعكم فتقوموا تعملوا الاكل. بسم الله متالقه في الحته دي يعني حبيبتي الله يخليك، مش هتخلى حد يصوم خالص حبيبتي الله يخليك. والاكل ده احلى حاجه في الدنيا، يعني انت لو تيجي أيوة تفكري كده هتلاقي ان مفيش قاعده بتحلى من غير شويه اكل كده مع كده والله ايوه مقانق كده. بتعملي فينا دوت
طول اليوم احنا على الموال ده. بسم الله ما شاء الله، ربنا يحفظك يا رب. الله يخليك. عايز اعمل طريقه الصلصه، اخزنها ازاي؟ طريقه الايه؟ الصلصه. الصلصه حاضر عينيا، احنا هنعملها اليومين الجايين. سؤال مهم بس كده. قولي لي ايه اكتر حاجه اخزنها دلوقتي في الوقت دوت رمضان؟ حاضر. هل ينفع ولا لا؟ حاضر هقول يا رب يخليك حبيبتي. تسلمي. بصي احنا اليومين الجايين هنعمل كده كده تخزين الصلصه، لان اليومين دول انا بشوف ان انسب وقت للطماطم والحاجات دي اللي هو اليومين اللي احنا فيهم دول، على اخر واحد كده بتبدا الطماطم ترخص شويه عن الموسم بتاعها، وبنبدا بقى نعمل الصلصه، يعني ده انسب وقت. الكرنب برضو ده انسب وقت لتخزينه، كرنب اكتر شهر بيبقى يعني فيه ممتاز، اللي هو طوبة اللي هو شهر واحد وشهر اول اتنين كده بيبقى عز الكرنب، يعني احلى كرنب تاكليه الشهر ده. فبرضو لو في تخزين هتخزنيه في الوقت ده. القلقاس برضو ده وقت تخزين القلقاس، هنجيب القلقاس ونخزنه. احنا عملناه مع بعض القلقاس، ارجعي للحلقة بتاعت القلقاس هتلاقينا عملناه من A to Z، يعني من اول ما بنجيبه ايه خطواته، بنقطعه ازاي، وبنعمل ايه، عملنا كل حاجه في الحلقه، ونخزن ازاي، ونسوي ازاي، ونخزن السلق نفسه والكلام ده ازاي. القلقاس طبعا يعني من الحاجات المشهوره اللي لازم بتتخزن، بنستنى الشتاء عشان نخزنها. وعايزه اقول حاجه بقى بمناسبه التخزين، في ناس بتخزن كميات رهيبه وفي الاخر ما بتعملهاش وبتقعد بالسنه. انا بخزن عشان اولا اوفر وقت ومجهود، وتاني حاجه استخدم الحاجه اللي هي مش في الموسم بتاعها. فبخزن عشان فتره الصيف، يعني انا اخلص مثلا فتره الشتاء الخضار ده يروح خلاص ما يبقاش موجود، فانا ببقى محتاجاه فتره الصيف مثلا، والشتاء اللي جاي هعمل تاني فريش. ففي ناس بتخزن الحاجه بكميات رهيبه فبتفضل عندها فوق السنه في الفريزر. طب ليه انا بخزن في الموسم بس، يعني عشان استخدمه في الموسم اللي هو مش موجود فيه، وبعد كده ابدا ان انا اجيب تاني، الشتاء خلاص يجي تاني واجيب تاني. هحط كده شويه الجزر المبشور على البصلايه والثوم، ورق اللورا، ومعلقه السمنه، اهو بشوح كده كل الكلام ده. تمام، هبدا انزل بالفريك اهو، نقعاه، غسلاه طبعا كويس جدا ونقعاه ومصفيه. تمام، خدوا بالكوا ان انتوا لو بتجيبوا فريك من عند العطار اللي هو السايب اللي بالكيلو، خدوا بالكوا جدا لان بيبقى محتاج يتنقى، دي حاجه من الحاجات اللي يعني لازم تاخدوا بالكوا منها، بيبقى فيه ساعات زلط كده وحاجات لازم محتاج ان هو يتنقى. او لو هتجيبوا من الشركات تجيبوا نوع كويس عشان تضمنوا ان هو ما فيهوش الحاجات اللي بتبقى موجوده في الفريك. هاديله تقليبه كده كل، بصوا انا بشوح كل الكلام ده كده مع بعض بالشكل ده. هحط معلقه الصلصه، هحط الطماطم المبشوره اهو بالشكل ده، واقلب بقى كل الكلام ده كده مع بعض اهو بالشكل ده كده. احط شويه الكزبره، شويه الفلفل الاسود، هحط شويه ملح، ومش هزود ملح عشان المرقه عندي بتبقى مملحه خلاص. وبعد كده هبدا احط عليهم المرقه، عندي مرقه لحمه، فراخ، مكعبين مرق، لو ما عنديش اي مرقه موجوده عندي هبدا ان انا احطها اهو. مزياد صباح الفل، صباح الفل يا مزياد، مزياد رحتي فين يا مزياد؟ معانا؟ حاولي تكلمينا تاني. طب يا مزياد مستنينك. بصوا حط بقى ايه بالشكل ده، حط شويه ميه كده كمان اهو خلاص، واسيبها تغلي، وبعد ما تغلي هقوم حاطه شويه الكزبره الخضراء كده عليها، او لو حابين تقلوا شويه الكزبره الخضراء مع شويه الثوم وتحطوها فوق الوش برده تمام، ممكن نعمل كده،
اهو معلقه السمنه هي موجوده وباقي الثوم وشويه الكزبره الخضراء هنقليهم كده بره ونحطهم بعد ما الشوربه تغلي غلوتين كده والدنيا تستوي. تمام تعالوا بقى نطلع فاصل، مش هعمل حاجه خالص في الفاصل، هنضف كده الدنيا وهغطي الشوربه تغلي، وعندي هنا معلقه السمنه ومعلقه الثوم اللي فاضله وشويه الكزبره الخضراء، هوريكم هنعمل فيهم ايه بعد ما ترجعوا لنا بعد الفاصل، استنونا. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، الشوربه على النار اهي، بصوا بتغلي، هسيبها تغلي شويه كده والفريك يستوي، انا كنت نقعاه قبليها بوقت فمش هياخد وقت معايا. تمام هغطي كده عليها واسيبها تستوي. المكرونه خلصت، تعالوا نطلع المكرونه اهو اهو، انا مش محتاجه اكتر من كده، كده لونها جميل اهو. اوكي ماشي، كمان 10 مرات بعد اذنك. بسم الله الرحمن الرحيم، نطلع كده المكرونه والنبي ايه مزيكا والله، والنبي مزيكا. شويه مكرونه بشاميل بقى مش قادره اقول لكم. بصوا الشوربه خلاص هسيبها كده تغلي، وهسيب زي ما قلت لكم معلقه الثوم ومعلقه الصلصه كده بشويه الكزبره الخضراء دي، بعد ما نقدم كده ايه نديها واحده طشه كده في الاخر. تعالوا بقى نشوف مقادير الكيك البرتقان. كيك البرتقان طبعا شتا كيك برتقان على طول، اول ما البرتقان يطلع نعمل كيك البرتقان، وطبعا كيك البرتقان ده من الكيكات اللي انا بحبها جدا وبتقلب ريحه البيت، يعني ريحه البيت كلها بتبقى كده تحسوا ان انتوا حاطين معطر في الجو. تعالوا نشوف مقاديره ونشتغل فيه مع بعض. محتاجين كوبايتين من الدقيق جميع الاغراض عادي، او لو عندكم دقيق كيك تمام، ما عندكوش هشتغل بجميع الاغراض مفيش مشكله خالص. 4 بيضات، كوبايه من السكر، كوبايه من الزيت، وكوبايه عصير برتقان، وبشر البرتقانه اللي انا هعصرها دي هبشرها. اهم نقطه في بشر البرتقان ان انتوا ما تدخلوش على الجزء الابيض، تبشروا بس الطبقه اللي من فوق، الجزء الابيض ده لو دخل في البشر هيمرر لكم الكيك وهيبقى طعمها مش حلو خالص. عندي فانيليا ومعلقه من البيكنج باودر، وهنعمل جليز كده وده طبعا اختياري، تقدروا تشيلوه خالص مفيش مشكله. كوبايه من السكر الباودر وربع كوبايه من عصير البرتقال، ولون لون برتقاني كده او برتقالي صحي اللي هو بتاع الطعام، وده تقدروا تشيلوه او تحطوه، يعني انا عشان برده ما تبقوش حاسين ان هو لازم انا ممكن ما احطوش خالص برده في الوصفه. وشرايح برتقال كده هزين بيها. تعالوا نشوف المقادير تاني، كوبايتين دقيق، 4 بيضات، كوبايه سكر، كوبايه من الزيت، وعندي كمان كوبايه عصير برتقال وبشر برتقان وفانيليا ومعلقه من البيكنج باودر، والجليز زي ما قلت لكم تقدروا تستغنوا عنه خالص. كوبايه سكر بودره عليه ربع كوبايه عصير برتقان، هحطهم بالتدريج، لو في لون اورنج كده بتاع الطعام ده ممكن تحطوا نقطتين تزودوا اللون يعني، مفيش خلاص يعني مش هحطه، وشرايح برتقان. تمام طيب تعالوا اول حاجه هضرب ال4 بيضات، هحطهم اهو، اي مضرب بيض اي ممكن على ايدي بس اضربه ضربه كويسه كده اشغل العضلات شويه، او لو خلاط برده ممكن يمشي. هحط الفانيليا، هحط بشر البرتقال زي ما اتفقنا، بشر البرتقال الاورنج بلاش تدخله على الجزء الابيض ده عشان ما يمررش، دي نقطه مهمه جدا. طبعا بصوا انسوا الزفاره في الكيك ده، لان بشر البرتقال مع الفانيليا والبيض هيمنع كل الكلام ده مع عصير البرتقال كمان. هحط كوبايه السكر مع ال4 بيضات مع الفانيليا مع بشر البرتقال، وهضرب كل الكلام ده لحد ما يبقى فومي، وانا بضرب ده هحط البيكنج باودر ورشه الملح على دي واقلبه.
بصوا احنا الاربع بيضات على كوبايه السكر على الفانيليا على البشر البرتقال المفروض نضربهم اكتر من كده عشان يبقوا فومي، بس انا برضه مش عايز اطول عليكم هبدا احط بقيه المقادير. كوبايه عصير برتقال تمام وكوبايه زيت، ينفع اشيل الزيت احط سمنه، ينفع اشيل الزيت احط زبده، ينفع امكس ما بين حاجتين، ينفع بس انا بحب بصراحه الزيت في الكيكات، بحس ان هو بيخلي الكيك طري كده وحلو جدا، هو والسمنه. الزبده بيبقى ليها يعني كيكات كده بحب طعم الزبده فيها اكتر، زي مثلا الحاجات اللي بالبلح والكلام ده الزبده بتبقى طعمها احلى من الزيوت. هبدا ان انا اخلط كل الكلام ده مع بعض. اربع بيضات ضربتهم مع كوبايه سكر، ضربتهم مع فانيليا وبشر برتقال، ضربتهم كويس، وبعد كده حطيت كوبايه من عصير البرتقال وكوبايه من الزيت، ضربتهم برده تاني، وهحط كوبايتين الدقيق اللي عليهم معلقه البيكنج باودر ورشه الملح، وهخلط كده كل المكونات كده لحد ما اتاكد ان مفيش دقيق خالص. هدي كده تقليبه من الجناب، انزل كل الدقيق اللي موجود على الاطراف اهو، مش اتاكد ان كله دخل، ما عنديش دقيق في الجنب او الخليط لما اجي احطها في الصينيه بتاعتي ما يبقاش فيها اجزاء دقيق اهو كده تمام جدا زي الفل. هخلط كده خلطه بسيطه، وعندي طبعا الصينيه هكون مبطناها بسمنه او زبده وشويه دقيق، هشتغل بأي صينية موجودة عندي اهو، ممكن اشتغل في دي او في صينية مثلا تبقى ارتفاعها عالي، اي صينية مدورة، اي صينية بتاعت انجلش كيك اللي انتوا حابينه، بس لو انجلش كيك كبيرة عشان المقدار ده كبير فمحتاج صينية كبيرة. هخلط الكلام ده وهبدأ احطه في الصينية اللي انا مبطناها تمام كده. بصوا القطع بتاعت البشر بتاعت البرتقال عامله ازاي اهو، هعمل كده هنزل كل الخليط، برضو تقدروا تحطوا معاه لون اورنج لو حابين اللون يبقى اكتر، يبقى زي الحاجات اللي هي الجاهزه اللي احنا بنجيبها بيبقوا حاطين فيها شويه لون كده عشان يعززوا اللون اللي فيها، انا عملتها عادي خالص بالحاجات اللي موجوده عندنا في البيت اهو كده. هدخلها فرن 180 طبعا الرف الوسطاني، الفرن شغال تحت بس مش تحت وفوق اهو، وطبعا يكون متسخن من قبل الشكل ده كده، وهقفل عليها واسيبها حوالي 40 ل 45 ساعات 50 دقيقه كمان على حسب الفرن عندنا وتسويته. اوكي حاضر، هنطلع بقى هجيب كده الصينية اللي احنا سويناها قبل الهواء، عملت كده واقلب كده الكيك. بصوا بقى الكيك، بصوا الجمال، طرية وجميلة، الريحة بجد فظيعة تمام. طيب تعالوا بقى نعمل الجليز بتاعها، واحنا بنعمل الجليز كده هرد معاكم على البيتزا، بس تعالوا نخلص على طول الجليز كده عشان ايه نبقى خلصنا. عندي كوباية سكر بودرة، هبدأ أنزل كده بشوية وأقلب. بصوا السكر البودرة من الحاجات اللي بتدوب بسرعة، فأنا مش عايزاكم تكبوا وبعدين إيه تلاقوا الدنيا ساحت فتقعدوا تزودوا سكر بودرة فتقعدوا تزودوا عصير برتقال، لا أنا هزود بالمعلقة وأقلب، يعني أنا مش هحتاج تاني خلاص عصير برتقال. بصوا مع التقليب كله هيدوب، مش عايزاه سايح، هبقى اشيلهولها بقى مش عارفة اعملها ازاي اصل دي اهو كده. لو عندنا بقى شوية زي ما قلتلكوا لون كده اورنج برضو هيبقى حلو جدا اهو. بصوا كده تمام جدا القوام ده، تمام مش تقيل خلي بالكوا اهو كده زي الفل، لان هو لسه بيسيح شويه كمان، لو في اي حاجه مكلكعه اهو بقلبها لحد ما تبقى تمام. هبدا بقى انزل كده بالجليز
اهو، وبيتوزع كده بمنتهى السهوله، وبيسيح لسه شويه، يعني شويه هتلاقوه ساح اكتر اهو. بصوا بوزعه بمنتهى السهوله، وناعم جدا وحلو، في مزازه كده كمان، بيبقى بجد طعمه حلو جدا. افردوا ما تقلقوش، هو هيسيح وهيبصم كده على شكل الكيك، ما تقلقوش خالص. اهو هنزل كده شويه بس كده زي الفل. ابدا ازين كده شويه شرايح من البرتقال، ادخل الكيك كده شويه، ايوه بس كده اهو بالشكل ده، تمام كده جدا، مش محتاجين اكتر من كده. ده كده الكيك معايا بالجليز، وزي ما قلت لكم مش حابين الجليز تقدروا تشيلوه، يعني انا بحبها بصراحه من غير برضو جليز، بحبها كده ساده، بس لو حابين يعني تحطوا تزودوا كده حاجه تقدروا تعملوا بيها. يلا اهو تعالوا بقى نغرف الشوربه سريعا ونجاوب على البيتزا. البيتزا عجينه البيتزا محتاجين كيلو من الدقيق، كيلو الدقيق هنحط عليه معلقه من السكر ومعلقه من الخميره، وهنحط كمان عليهم معلقه خميره ومعلقه سكر وربع كوبايه من الزيت، لو زيت زيتون هيبقى حلو جدا. وبعد كده هنقوم خلطينهم او عجنينهم بنص كوبايه من الميه الدافيه. دي كده عجينه البيتزا بمنتهى السهوله. حطيت بقى معلقه السمنه اللي فاضله، عليها شويه التومه، شويه الكزبره اهو، احط كده شويه زيت بسيطه عشان احرك الكزبره شويه اهو، تمام الشكل ده كده. بصوا الجمال، ونحط بقى ايه، نغرف الشوربه اهو كده كده انجز اهو بس كده. ننظف الطبق بتاعنا وننزل بالطشه الجميله بتاعت الكزبره والثوم. حابين تحطوا الكزبره نايف ني كده من جوه الشوربه برده تمام اهو، دي كده شويه كده، الله على الجمال. بصوا الجمال بس كده، ندي كده تقليبه، حرك كده طشه، الله على الجمال بجد، اتدفيت اول ما حطيتها والله. اهو نمسح بقى كده اهو، ويلا نقدم الشوربه مع المكرونه ومع كيك البرتقال. احنا قلناه لا 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 مش كده، مركز في الكيك انت، انا عارفه. تحضر كوبايه الشاي بلبن. احنا كده دي حلقتنا النهارده، عملنا كيك البرتقال وعملنا مكرونه بشاميل بطريقه مختلفه بالسجق، وعملنا كمان شوربه الفريك بطشه كده جميله وطعمها يجنن، جربوها هتعجبكم جدا. يا رب تكون الحلقه عجبتكم واتبسطتوا منها ان شاء الله. اشوفكم بكره في يوم جديد وحلقه جديده من طبق طبق.